جبت قضية المين خدت صفحة كلها مسلطة على لقاءاتي مع بتاع الدير سانت كاترين وأبرزت الصور إن وزير الأوقاف وبعدين وإحنا بنقسم خبز وبناكل القصة ده السادة البرة هو بس عشان كان تاني يوم الجمعة كان شغل أخبار فلما جت خد صفحة كاملة مسوقة صوت وزير الأوقاف مع اللي هو الراجل بتاع المطار قوي قوي مفيش حاجة اسمها السياحة الدينية أمال أنت رحت أديك عملت بس يعني مصاري العائلة المقدسة ده أبو السياحة سيفون الفاتيكان كان السياحة الدينية موجودة في العالم كله وبالعكس ده هي في بعض الاماكن انك انت هتوظف سياحه دينيه انا يمكن قلت مصطلح وده كنت ارجو ان يعني نركز عليه مثلا سيناء وبالذات ان كان وقت شرم الشيخ او جنوب سيناء افضل منطقه في العالم للسياحه الشامله اللي عايز سياحه دينيه موجود عندك اسلام ومسيحيه ويهوديه اللي عايز سياحه شاطئيه صح سياحه ترفيهيه سياحه مؤتمرات سياحه علاجيه سياحه جبليه يبقى دي قلت ما اظنش ان في مكان في العالم صحيح يمكن ان يتقال عليه السياحه الشامله